نروح بقى للنهارده والماتش والجونه. ولو هنتكلم عن الجونه مع حضرتك استاذ سامي برضو، يعني الجونه معروف عنها لو احنا حللنا الاداء شويه في الفتره اللي فاتت، الجونه ما مش من الفرق اللي بتهاجم من الشوط حتى الاول، مش هقول الدقايق الاولى، يعني هي بتنتظر دايما للشوط الثاني. ولو اتكلمنا في عدد اهداف تقريبا 33 هدف، 10 كانوا شوط اول والباقي شوط ثاني، فهي التركيز اكتر على الشوط الثاني. برضو من وجهه نظر حضرتك سير المباراه النهارده هيبقى ماشي ازاي؟ هاي الرؤيه هتختلف؟ هل الوضع ممكن كمان الاهلي يكون عامل يعني تاكتيك معين برضو، بحيث ان خلاص احنا عايزين الفوز، عايزين النقاط بتاعتنا، وزي ما بيقول كده السلام عليكم يعني. وبالظبط يعني الاهلي دلوقتي يعني مطالب قدام جماهيره انه يكون على قدر المسؤوليه، وهو على قدر المسؤوليه دائما. يعني الفوز ده مساله محسومه، يعني من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره. ليه؟ لان انا مش عارف الماتشين الجايين هيكون فيهم ايه، يعني فربما يحصل شيء حسابيا غير متوقع. انا مكاتب حتى كاتب النهارده ان يعني يا اما امر محسوم يا اما مؤجل يا اما مفاجاه. فيعني حتى لو حصلت المفاجاه فلازم نقول فوز النهارده، فوز كويس كمان. يعني فوز كويس، بس هو طبعا الجونه من الفرق اللي بتقدم كره حلوه. واهم حاجه طبعا هو هناك ملعب الجونه مليان طيارات هواء، فدي مزعجه جدا. فانا اتوقع ان موسيماني يعني هيلعب مع الهوا شويه، يعني الشوط الاولاني لو هو جه الهوا معاه لازم يخلص الماتش. لازم يخلص الماتش، ده توقعي الشخصي. اذا الهوا ضده ومع الجونه لازم يعمل تماسك شويه عشان ما يستهلكش طاقه لاعبيه في الشوط الثاني. وانما الحسم لازم يكون يعني قدر الامكان لازم يكون مبكره. والجونه يعني لازم هو راخر كمان بيسعى ان هو يعمل نتيجه مع الاهلي، يعني ده شيء بطوله خاصه له. الكل بيسعى امام الاهلي، الوضع حاجه غريبه تانية. جدا يعني كل النهارده كل الانديه في الفرق بتلعب مع الاهلي بطوله خاصه من اجل الفوز او حتى نقطه التعادل، بيعتبروها مكسب كبير. وده يعني اللي لاحظناه في الكام ماتش الاخير بعد بطوله افريقيا بالذات، وده اللي عطل الاهلي شويه. تعادلنا مع بطل افريقيا دي حاجه لوحدها مشرفه. حضرتك كنت بتقول من شويه واستخدمت تعبير غيرنا لما بتقولي ان النادي الاهلي مضغوط وبيلعب كل 72 ساعه مباراه، وغيرنا قاعد في الساحل او قاعد مستريح وكده. في بعض اصوات من الناس اللي هم غيرنا دول ابتدت من اول ما يعني الصوره كانت بتوحي كده، وان ان 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 الكاس ان سوري ان الدوري هيكون عند الفريق المنافس لان هم الاقرب. من اول ما وصلنا للمرحله دي ابتدت اصوات كثيره تتعالى وتقول ما معناه ان الدوري هو الاهم، بطوله افريقيا ايه اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ الدوري هو الاهم. فتقول ايه للناس دي يا فندم؟ طب ما نرجع للي اتقال في الاول ونشوف بطوله الدوري ده كم مره عند الاهلي بكل تاريخ. السنين اللي فاتت ما كانش مهم الظاهر الدوري، ابتدى يبقى مهم السنين. لا الاهلي الدوري مهم جدا عند الاهلي وعند جماهيره طبعا، وهم يعني عاشقه لهذه البطوله، وهي اللي بتفتح المجال دوري ابطال افريقيا طبعا، ودوري ابطال افريقيا اللي هياخدك ان شاء الله للمونديال ان شاء الله. فبالتالي يعني الاخرين دول يعني بيحلموا، حقهم يحلموا، كله بيحلم يعني حقهم يحلموا ان هو يكون بطل بعد يعني سنين طويله من الحرمان. واذا يعني بالتالي انا مش شايف ان الاهلي يعني لو لم يقدر الله انه يكون بطل بالدوري هذا الموسم وهو بطل برضه، وانا عشان كده بقول دوري هذا الموسم بعنوانه اهو الدوري ابو بطلين. ابو بطلين تفاصيل بقى ايه المقال ده برضه يا استاذ سامي؟ تفاصيل هذا المقال ان يعني لا يستطيع احد ان ينكر جهد الاهلي خلال هذا الموسم. النادي الاهلي لعب بطوله الدوري، هنتكلم عن الدوري، لعب بطوله الدوري بشيء مش منطقي خالص. يعني وصل له ان هو له 7 مؤجلات في وقت من الاوقات، طبعا دي بتسحب منه احساس بتسحب من اللعيبه الاحساس بالبطوله بانهم مركزين في حاجات ثانيه، مركزين في افريقيا، مركزين في مونديال الانديه، مركزين في السوبر الافريقي، والحمد لله يعني 10 على 10 في كل هذه البطولات. وبالتالي يعني الجهد اللي بيبذلوه يعني فوق الاحتمال من الجميع.
فيعني ان هو فهو بطل ايضا، وان هو ما زال حتى الساعه بينافس على اللقب درع الدوري فهو بطل، لذلك فهو بطل. يعني اخرين كثيرين، مش واحد بس. يعني كان عندهم الدنيا سلسة جدا ولذيذة جدا، وما قدروش نفسه يخش دائرة المنافسة اللي هي يعني واحد واثنين، ما قدروش يخش الدائرة دي. فالأهلي مع كل مشغولياته كل ضغوطاته يعني يا اما واحد يا اما اثنين يا اما واحد. لما يعني لعب في الأول بعد العودة من أفريقيا بحماسة شوية، ركب الجدول فعلا وكان نمرة واحد. فيعني لكن طبعا شيء منطقي جدا لما توصل للتوب لازم تنزل شويه.